الحمد لله يا دكتور. محاضرة النهاردة هي ريفيجن على يعني ولا على يعني الحين ممكن تلاقوا جزء من الأسئلة دي جالكوا في الفلتر. أوكي هنحلها يعني أنا معايا أحمد وأحمد وسلمى، فإحنا هنبتدي تحل يعني واحد واحد فيكو نحل مع بعض الأسئلة. أوكي بس ثانية واحدة بس لأن أنا عايزة أديليت الإجابات قبل ما إيه قبل ما نبتدي نحل. اوكي ونيجي شير تاني. طيب دلوقتي قبل ما نبتدي نحل مع بعض الأسئلة عايزين نتكلم على الفاينل اكزام. الفاينل اكزام ان شاء الله كله هيبقى ام سي كيو ترو فولس كويشنز. تمام. وزي ما اتفقنا مع بعض مهم انك تبقى فاهم الكلام كويس لان هو مش هيجي بالنص من السلايدز. لو انت فاهم هتعرف تحل. اوكي طيب اول سؤال خلينا كده يبتدي احمد يا سلمى مشيت خلاص يبقى احمد اللي هو احمد فور. ماشي أحمد فور دوت سوفت وير. ممكن تبتدي تحل معايا أول سؤال. أيوة تمام. أوكي اتفضل. CRM goals are أول اختيار الأول إيه CRM؟ يعني إيه CRM؟ الـ Customer Relationship Management System. أه تمام. طيب الجولز بتاعته واحد improving the customer retention ولا improving the profitability ولا listening to customers ولا all of those. All of those. All of those. ليه؟ لأن احنا يعني لما خدنا الكلام ده في المحاضرة لقينا ان احنا اكتر من اختيار اكتر من اختيار من الاختيارات دي can be applied ان هي تبقى ال CRM goals. علشان كده يعني هقولك على حاجة، لو انت عارف اتنين ومش عارف التالت مش فاكر التالت دوت تبع السي ار ام ولا لأ، معنى ان هما اتنين وانا قايله لك اختار اختيار واحد بس معناها ان الاجابة هتبقى all of those. ليه؟ لان طب انت هتختار ايه ولا بيه مثلا، فتلاقي نفسك ان انت من غير ما تبقى عارف التالت اصلا خلاص يبقى الاجابة بتاعت السؤال دوت all of those. اوكي طيب احمد الثاني احمد 9 طيب هو ممكن يكون عنده مشكلة في المايك لحد ما يحلها. ممكن أنا مع حضرتك يعني معايا أحمد؟ أنا مع حضرتك يا دكتور. أحمد ناين أوكي طيب. أحمد جمعة. أوكي أحمد ناين سوري؟ أحمد جمعة، أحمد جمعة الاسم. أوكي تمام. Decision Support System is an example of Transaction Processing System
management information system, expert system, ولا monitor and control system؟ management information system. بالظبط بالظبط صح، لان احنا لما اخذنا الدي اس اس قلنا ان هو تحت الامبريلا بتاعه المانجمنت انفورميشن سيستمز، او السيستم المسؤوله عن المانجمنت في اي مكان في اي شغل. تمام. طيب نرجع تاني لاحمد الاولاني. سيستم ديفلوبمنت سوفت وير از ا تايب اوف انترنال سوفت وير، اكسترنال سوفت وير، سيستم سوفت وير، ولا نون اوف ذوز؟ سيستم سوفت وير. بالظبط، لان احنا لما جينا اتكلمنا على السوفت وير قلنا بيتقسم لتو تايبس، ابلكيشن سوفت وير وسيستم سوفت وير، صح؟ ولما جينا قلنا على السيستم سوفت وير قلنا ان هو بيتقسم لحاجتين، اللي هو السيستمز المانجمنت سيستمز اللي هي زي الاوبريتنج سيستم، والاي سيستم بيمانج الاوبريشنز بتاعه هاردوير ديفايس، والنوع النوع الثاني اللي هو كان سيستم ديفلوبمنت سوفت وير، او السوفت وير اللي بيساعدنا تو ديفلوب بروجرامز يعني. تمام، فتبقى الاجابه بتاعه السؤال دوت سيستم سوفت وير. اوكي احمد جمعه، library information system is considered general purpose application program. library اللي هي المكتبه، library information system اللي هو السيستم بتاع المكتبه. General Purpose Application Program، ولا Business Specific Program، ولا Learning Application Program، ولا None؟ Business Specific Program. بالظبط بالظبط صح، لأن إحنا لما جينا اتكلمنا عن Applications Programs إحنا بتنقسم لحاجتين، General Purpose Application Program والBusiness Specific Program. أوكي؟ يعني ما كانش فيه كاتيجوري تالتة اسمها learning application program. learning application program ديت ممكن تعتبر نوع من أنواع business specific programs، لكن الكاتيجوري الأساسية عندنا اللي هي الايه business specific programs. تمام. طيب أحمد الأولاني، software packages that help you to convert numeric data into graphics display such as line chart, bar graph, bar chart, and many other types of graphics as presentation graphics, ولا spreadsheets، ولا word processing، ولا desktop publishing. يعني ايه الكلام دوت؟ عندنا software package بنستخدمها علشان نعمل الحاجات دي كلها، اللي يعني ان احنا نحول numeric data لgraph. اوكي، لاي نوع من انواع الجرافس يعني. التول او الباكج اللي انا بستخدمها كده اسمها presentation graphics، ولا spreadsheets، ولا word processing، ولا desktop publishing. يعني presentation graphics. بالظبط presentation graphics، لان احنا قلنا presentation graphics اللي هي equivalent لل PowerPoint. اوكي دكتور، ممكن معلش حضرتك تقولي طيب ايه ديسكتوب بابليشنج؟ بعد كده ديسكتوب بابليشنج ديت ابلكيشن احنا شرحناها على فكره برضو في المحاضره، هي بتبقى ابلكيشن، الابلكيشن ده بتستخدم علشان نعمل مش الاعلانات كمان بس، عارف الجورنالز، الجورنال التقسيمه بتاعه البيج بتاعه الجورنال والحاجات دي كلها بتبقى ليها شكل معين، ممكن نعملها على الوورد بروسيسنج، لكن الحاجه المور بروفيشنال عشان اقدر ان انا اقسم الجورنال بتاعي انتو بارتس زي ما احنا بنشوف في الجورنال، بيبقى الاحسن فيها ان انا استخدم اللي هي الحاجات بتاعه او الابلكيشن بتاعه الببلشنج، ان هي بتساعدني ان انا اقسم البيج بتقسيمات مختلفه اسهل بكتير من ان انا اعملها على الوورد. تمام، وخصوصا ان احنا كمان في الديسكتوب ببلشنج احنا ما بنبقاش ريستريكتد بالسايز بتاع البيج بتاع الوورد. تمام. كمان الديسكتوب ببلشنج برضو بتستخدم لو انا عايزه اعمل اعلانات، عارف الفلايرز اللي هي بتتوزع والحاجات دي كلها، اه موستلي بتبقى معموله بالابلكيشن دي.
تمام، شكرا يا دكتور. لا اوكي طيب. بعد كده مش فاكره بقى مين احمد المفروض يرد، فهو عارف دوره يتفضل. function of operating system functions of operating system to 1 resource management ولا task management ولا file management ولا all of those. all of those بالظبط، لان احنا لما خدنا الاوبريتنج سيستم لقينا ان كل الفانكشناليتيز ديت من وسط الحاجات اللي الاوبريتنج سيستم بيعملها. طيب كده ايه، خلصنا البار اول بارت اللي هو بتاع المالتيبل اوف تشويس. التاني عندنا اللي هو الترو فولس. اول سؤال عندنا: the goal of any business is to attract new customers rather than keeping old customers. It's true or false? False. بالظبط، لان احنا لما شرحنا في المحاضره قلنا انا المهم عندي مش ان انا اتراكت كاستمر يجي لي مره واحده وبعد كده ما يجيليش تاني، لا ده انا المهم عندي ان انا اكيب الايه الكاستمر القديم عندي يعني. طيب تاني سؤال: SCM is a specific purpose software. True ولا false؟ False. هو أصلا إيه SCM؟ مش فاكر بالظبط الاختصار لإيه، بس ما كانتش كده، أنا لسه مرجعها بصراحة. طيب هقول لك الـ SCM Source Chain Management. تقول إيه؟ كان supply chain management. بالضبط، supply chain management، صح، برافو عليك. طيب هي supply chain management دوت specific purpose program ولا general purpose program؟ specific. specific ليه بقى؟ لان احنا لما بنيجي نقول ان ال supply chain management system بتاع بيبقى tailored للorganization ديت، اوكي، فما يعني ما بيبقاش ان هو ما اقدرش ان انا اقول ان هو جنرال السبلاي تشين دوت، ممكن الشركه دي والشركه دي يستخدموا نفس السبلاي تشين مانجمنت سيستم. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو بيشوف الفلو بتاع الشغل بتاعهم كله، والفلو دوت هيبقى مختلف من اورجانيزيشن لاورجانيزيشن، صح؟ صح. فعلشان كده يبقى ان هو لما نيجي نقول اذا سبيسيفيك بيربز بروجرام، ايوه ترو، هو فعلا سبيسيفيك بيربز سوفت وير يعني او بروجرام. اوكي معلش النت عندي قطع في الاول. لا ما فيش مشكله سنه. طيب عندنا sharing files with software suits applications require installing additional component. sharing files with software suits، احنا قلنا software suits اللي هي الباكج يعني بتاعت السوفت وير والابلكيشنز اللي جواها، require installing additional component. false. عارفين سوفت وير سوت زي ايه؟ زي مايكروسوفت اوفيس، خلاص دي باكج جواها مجموعه ابلكيشن وورد والاكسل والباوربوينت والحاجات دي كلها. وقلنا ان اهم ادفانتج من الادفانتجز بتاعه السوفت وير باكج ان هي تقدر تشير الفايل ما بينها وما بين بعض بطريقه سهله، ان انا اقدر اشير الداتا اللي موجوده في الاكسل للوورد بسهوله، او ان انا اكونكت الوورد فايل بالاكسل فايل. فعشان كده طبعا ان انا لو انا عايزه اشير الفايلز جو ما بين الابلكيشنز اللي جوه نفس السوفت وير سوتس، انا مش محتاجه انستول اديشنال كومبوننت، عشان كده الكويشن دوت فولس. طيب اي حد من الاحمدات، احمد او احمد انترنت اكسبلورر از ان اكزامبل اوف سيستم سوفت وير. طبعا انترنت اكسبلورر ما ينفعش ان هو سيستم سوفت وير، اتس ان ابلكيشن، فهو ايه؟ فهو ابلكيشن سوفت وير. او لو عايزين مثلا نغير انترنت اكسبلورر نخليه مثلا زي مايكروسوفت ويندوز، مايكروسوفت قصدي ويندوز او لينكس، الويندوز او لينكس. ان احنا لو كده كان في الحاله دي كان السؤال هيبقى ايه؟ ترو. لو هو كان الويندوز او لينكس از ان اكزامبل اوف سيستم سوفت وير، كان الاجابه هتبقى ايه؟ ترو. بس احنا عندنا هنا انترنت اكسبلورر، فعشان كده الكويشن دوت فولس. اوكي، 3 main functions of information system are input, feedback and processing. is it true or false؟
فولس بالظبط. برافو عليك. ليه؟ لان احنا قلنا ان المين الثري مين فانكشن لاي سيستم في حياتنا, يعني حتى اللي حصل دلوقتي ان انت خدتي انبوت الكلام, يور برين عمل له بروسيسنج طلع اوتبوت اللي هو هي ترو ولا فولس, خلاص. فهو الثري مين فانكشنز لاي سيستم في حياتنا, مش انفورميشن سيستم بس, لاي سيستم في الدنيا هو انبوت بروسيسنج اوتبوت, خلاص. لو واحد منهم وقع ما ينفعش حد من الثلاثه دول يقع. الفيدباك من وسط الفانكشنز بتاعه الانفورميشن سيستم. على فكره لو تفتكروا ان احنا لما جينا اتكلمنا على الفانكشنز بتاعه الانفورميشن سيستم اتكلمنا على الفيدباك والكنترول, لكن مش ده الفيدباك, مش هو المين فانكشن بتاعه الانفورميشن سيستم, خلاص. فعشان كده الكويستشن ده في الحاله دي يبقى ايه, يبقى فولس. تمام. دي مجموعة الأسئلة اللي أنا كنت محضراها, بس ملاحظة أن أنتم بتجاوبوا ما شاء الله كويس, فواتش مين حد عنده أي أسئلة بقى في الكونتنس على الامتحان على العمل؟ يا جماعة صحيح لازم تبقوا عارفين ان امتحان العمل ان شاء الله لما نرجع هيتعمل في الكونتنتس بتاعه الحاجات اللي انتوا واخدينها مع باشمهندسة ايه. تمام. حد عنده اي اسئله؟ انا الناظر هيبقى شكله ازاي؟ مفيش اي اسئله خالص. دكتور امتحان النظري يبقى كله أسئلة MCQ true false. أيوة معك. أيوة امتحان النظري هي MCQ true false. ماشي, شكرا لك. طيب حد عنده أسئلة تانية؟ نذاكر يا جماعة, يعني الامتحان إن شاء الله مش هيبقى صعب, بس أهم حاجة إن إحنا نكون مذاكرين كويس وفاهمين كويس وهنعرف نحل. ولو في أي حد لغاية ما وصلنا الامتحان يعني عايز يسأل على أي حاجة, أنتوا ممكن تبعتولي على تيمز, على تيمز أو على الميل يعني, ويستحسن على الميل على فكرة, يعني أنا بتشيك الميل أكتر كمان من تيمز. أوكي. طيب لو أنتوا مفيش عندكم أسئلة ممكن تليف الميتنج. تمام, شكرا يا دكتور. عفوا.